مقرا لقيادته ومحكمته بجدار قيادة الأمين عبد القادر. هي في الأصل هذا الموقع كان قصر البي الذي كان يقوم محمد بن عثمان البي معسكر محمد بن عثمان الكبير بتشييده قبل حدوث وتنقل البيلك إلى وهران. لكن الاستعمار الفرنسي من أجل طمس الشخصية قام بتغيير الموقع وإجراء تشويهات شنيعة ضرت بقال الموقع عبارة عن بنايات، حتى بالنسبة للبنايات المسلحة هذه تحولت إلى سكن عسكرية، أما المحكمة فقط تشغل الأمور غير لائقة بها حتى الاستقلال. Thank you.